اهلا بكم، ازيكم؟ سنة خمس هنحل ان شاء الله تقييمات الاسبوع الرابع للغة الانجليزية نماذج الوزارة. هنحل الاداء الصفي والاداء المنزلي والتقييم الاسبوعي. يلا نبدأ. Let's get started. Choose the correct answer. ده اول حاجة، الاداء الصفي. Number one, I love squash. I use my googles ولا boots ولا rackets ولا suit to play it. طبعا ما ينفعش الا rackets. جوجلز للسويمنج وبوتس ايه للفوتبول. بوليوتد نمبر 2، بوليوتد ووتر ديسترويز وايلد لايف ان. عندنا بوليوتد ووتر تلوث الماء، يبقى على طول ان ريفرز. نمبر 3، هدايا از ا جود سوري هدايا از جود ات سبورتس. شي از ا فيموس اثليت ولا دكتور ولا تيتشر ولا انجينير. اكيد اثليت، لاعبه رياضيه مشهوره. Number 4, he likes to play on the beach. تنس ولا كاراتيه ولا تايكوندو ولا فوتبول. اكيد فوتبول، عشان فوتبول بيتش. Number 5, هدايا ملاك on April 21, 1993. مكتوب تاريخ اهو شهر، يبقى هنا معانا was burned ولا was born ولا was born ولا was buried. اكيد هتبقى was born، اتولدت on April 21, 1993. Number 6, they need a tennis pitch ولا court ولا pool ولا room to practice a lot. يبقى they need a tennis court، اللي هو ملعب التنس. Number 7, هداية the bronze medal at the Rio Olympics in 2016. يبقى وين ولا وون ولا ويت ولا وينز. اكيد ده باست سيمبل، يبقى لان 2016 خلاص سنة عدت، يبقى ايه وون، فازت بالميدالية البرونزية. نمبر 8، تيك شورتر تو سيف ووتر. يا ترى هنحفظ المية ازاي؟ تيك شورتر شاورز ولا شو ولا شاوت ولا شوب. اكيد شاورز. منى is bad at. هنا يا ولاد في قاعدة يا ولاد، bad at و great at و good at بعدها noun أو verb في ing. تعالى هنا معايا، يبقى bad at مين على طول؟ يبقى saving على طول، الفعل اللي فيه ايه ing. Number 10, she practicing at the age of 7. كانت بتمارس في عمر السابع، يبقى دي حاجة أكيد فاتت، يبقى she began ماضي باست ايه سيمبل. كده يا شطار نبقى خلصنا الاداء الصفي. معايا في الواجب المنزلي، احنا خلي بالنا احنا في الاسبوع الرابع يا سنة خمسة. choose the correct answer. number 1, I wear my karate suit. اكيد بدلة الكاراتيه التودو كاراتي. number 2, I use my rackets to play. الراكتس هنستخدمها فين؟ في لعبة ايه؟ اكيد السكواش، يبقى to play squash. number 3, احمد wears his when he goes to play football. طبعا ايه هنا اللي هينفع؟ جوجلز ما ينفعش، دي نظارات السباحة swimming suit بتاع الكاراتي والهات ما تنفعش، يبقى اكيد wears his boots، الحذاء. هدايا ملاك began. هنا يا شطار هبيجان بعدها ايه؟ practicing at the age of 7. هو كتب لنا المرة دي الفعل الماضي، احنا هنكتب practicing. number 1, 5, she is helping her grandma in the kitchen. يبقى هنا يا good at يا great at يا bad at، يبقى هنا اللي معانا مفيش على good at. six, I wear my to go swimming. هنلبس ايه واحنا رايحين السباحة؟ جوجلز ولا بوتس ولا راكتس ولا سانجلاسز؟ اكيد جوجلز اللي هي بتاع السباحة، نظارات السباحة. seven, we have tennis boots ولا كورتس ولا بيتشز ولا بارك in our club. اكيد tennis courts، ملاعب التنس في النادي، في ايه؟ في النادي. number 8, he likes he is good at kicking a ball on beach او on a beach. هو ايه؟ he likes football، اكيد بدل بيلعب بول
وفي البيتش يبقى فوتبول بيتش يبقى فوتبول رياضة كرة القدم، بيحب كرة القدم. دونت نمبر 9، دونت ثرو garbage ولا water ولا sand ولا money in or near a beach. أكيد لا نرمي القمامة. Don't throw garbage. Number 10، he began playing taekwondo at the age of 8. الجملة دي تكرر كتير يا ولاد. He began في الماضي في عمر الثامنة، يبقى مرت، يبقى he began في الماضي past simple. كده يا شطار خلصنا الأداء المنزلي. معايا بقى في التقييم الأسبوعي، يعني نركز بقى بالراحة كده. دي put the words in the correct order. عندنا طبعا موديل A وموديل B وموديل C. معانا بقى في موديل A put the words in the correct order to do correct to make correct sense. نعمل جملة إيه صحيحة. Number one، where what you do play do football. وعندنا question mark. تيجي اولاد كويز، ده سؤال question mark. هنبدا بايه الاداه الاستفهام اللي عندنا؟ اكيد what. هنبدا ب what، يبقى what، وبعدين الفيرب المساعد الفعل المساعد do، يبقى what do you والsubject what do you wear to play football. انت بتلبس ايه، بترتدي ايه وانت بتلعب كره القدم. what do you wear to play football، دي الجملة الأولى الصحيحة. ونفتكر نبدأ كابيتال ليتر at the first of sentence. لازم نبدأ وإيه ونعمل كوتش المارك في الإيه at the end. Number two، wants to هداية win medal a golden. هنبدأ بهداية، يبقى هداية دي تعتبر الفاعل، wants الفيرب، يبقى هداية wants to win a golden medal. هي تريد ان ايه تفوز بميدالية ذهبية، بهدايا wants to win a golden medal. Number 3، معانا like high kicks I best. يبقى يا شطار هنبدأ بايه؟ بآي، بضمير الفعل. I like الفيرب معايا high kicks best، يعني أنا أفضل الركلات العالية أفضل. Number 4، does هداية what now does. الجملة دي فيها غلطة، does الأخيرة هنخليها دو يا شطار. وهنبدأ مش هنبدأ بهداية، هنبدأ ب what، بعلامة بأداة الاستفهام what. يبقى what does هداية do now، ماذا تفعل هدايا الآن؟ وطبعا هنحط علامة الاستفهام هنا. نمبر 5، water dirty can make ill children. هنبدأ بإيه؟ dirty، بقى dirty water المياه الغير نظيفة، ها can make children ill، هتخلي إيه الأطفال مرضى. يبقى دول dirty water can make children ill. كده خلصنا التقييم الاولاني، بالتوفيق يا ولاد. معانا بقى التقييم التاني بي، برضو نركز. put the words in the correct order to make the correct to make the correct sentence. معايا two. number one، two what you play you squash do. اكيد هنبدأ بأداة الاستفهام what، يبقى what والفعل المساعد do، يبقى what do you use to play squash. نستخدم ايه واحنا بنلعب؟ اكيد الراكتس يا شطار. يبقى what do you use to play squash. number 2، معانا practicing she taekwondo began of 7 at the age. هنبدا بشي اللي هو ضمير الفعل، she subject معانا she. She began practicing taekwondo، بدأت تمارس التايكوندو at the age of 7. يبقى she began practicing taekwondo at the age of 7، ونحط الفول ستوب في الآخر. Number 3،
water polluted wildlife destroys in rivers. هنبدأ طبعا ببليوتد اللي هو مظللنا عليها شوية، يبقى بليوتد ووتر يبقى الماء المتلوث بيعمل ايه بقى؟ تلوث الماء بيحصل فيه ايه؟ destroys يدمر وايلد لايف الحياة البرية in rivers. number four sport my squash favorite is. هنبدأ بماي، يبقى my favorite sport ايه بقى؟ رياضتي المفضلة is squash. my favorite sport is squash. الجملة number five كاراتي suit my white is. يبقى number one اكيد هنبدأ بماي، my كاراتي سود بدلتي بدلة الكاراتيه ايه؟ is white، لونها ابيض. كده خلصنا موديل بي اللي هو النموذج الثاني للتقييم الاسبوعي. معانا بقى يا شطار الموديل سي الاخير، وان شاء الله التقييم ده اسهل من التقييمات كمان اللي فاتت، درس سهل وبسيط. put the words in the correct order to make correct sentence. number one have tennis courts زي the park in. اكيد هنبدأ بزي زي have tennis courts in the park. عندنا ملاعب تنس في الحديقة. number two a lot she in practices summer there. يبقى هنبدأ بشي، she practices a lot in the summer، بتمارس اكتر في الصيف. she practices بنحط اس في الفعل في الباست في سوري في البريزنت سمبل، يبقى she practices a lot in the summer لما هي وشي وقت نحط اس في الفعل. معانا بقى نمبر 3 do you what where play to football. طبعا دي كويز، ده سؤال يا ولاد. هنبدأ بأداة الاستفهام what، وبعدين الفعل المساعد what do you wear to play football. هنلبس ايه واحنا بنلعب كرة القدم؟ البوتس. يبقى what do you wear to play football. number four is a famous player هداية تايكوندو. هداية هنبدأ بهداية is a famous تايكوندو بلاير، هي لاعبة التايكوندو المشهور. بهداية is a famous تايكوندو بلاير. آخر واحدة معانا number five garbage throw never in a lake beach or. يعني أبدا لا نرمي القمامة ولا في الشاطئ ولا في الإيه البحيرة. نقرأ نعملها بقى إيه؟ never throw garbage in beach or a lake. in beach or a lake، ولا في الشاطئ ولا في الايه حديقة. خلاص الحمد لله كده خلصنا. شكرا لكم، وارجو لكم تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.